واحد ساكن مثل الرياض ويجي الأهل مثل في القصيم يومين ثلاثة، ينطبق عليه طبق المسافر يعني. مساكن في الرياض سكون رسمي. إذا معناه إذا جاء أهله فهو مسافر. إذا سكن الرياض في بلد، إذا سكن الإنسان في بلد غير بلده الأول، وكان له في البلد الأول أهل ثم جاء زائرا لهم، فإن حكمه حكم المسافر، له الفطر في رمضان، وإذا فاتته الصلاة يصلي ركعتين ويمسح على جواربه 3 أيام. نعم.